ومرات حتى بدي اياها بدون الابر. ليش؟ في بعض البيشنت اول شيء ارخون والشغل بضل عامل هيك، كيف ناخذ قياس عمودي؟ يعني ببعد. في بعض البيشنت العكس، لانه بضل يوقع بضل ماشي كثير هيك، برضه هذا راح يخرب علي. فاذا حسيت المريض شادد او مش راخي معي بما يكفي حتى الاثنين بشيلهم. اوكي؟ بس هو في حالتنا بكفي عاده شيل الا ورقه. فشو بدي اخليه يرتاح؟ كيف بدي اوصله لموضع الراحه؟ يرضى لا ايوه امسك اصبعك ومسه شوي، ايوه مسه شوي وارتاح، ابلع ابلع، المهم البلع. مرات لما يمص او يعمل هيك البلع بكل، طيب خلص ريح خلص، ايوه احكي ام ام خلص ارتاح وارتاح. هلا هاي هي وضع الراحه، باجي بعمل القياس. وين وضع الراحه؟ بالضبط مع الفيديو او نص ملي، فيديو او مع الرست. ممتاز. وين بدك تحكي؟ وين الفري ويس بس تاعنا؟ ما في فري ويس بس؟ قديش الفري ويس بس لازم يكون؟ 2 to 4 رينج 2 to 4، ما تتفضل 2 to 4. طب انا ما عندي، معناته شو لازم اعمل؟ اشيل منه. هل بشيل من الابر؟ ليش ما بشيل منه؟ خلص انا ظبطت الفيزيبيليتي خلص، ما بدي العب فيها. كل التعديلات اللي بتعملها لاحقا فباجي بحط حد 2 مليمتر انا هون 2 مليمتر انا شايفها الان. الحد الخلفي قلنا متكئين على شو؟ متكئين على اكريل الاكل. لا احنا اصلا ممكن تقارن مع الاولد دنشر ما في مشكله، بس معظم الاوقات انه اصلا بيعمل فيرتيكال وير ريبليسنج ذا اولد دنشر لانه فيرتيكال دنشر ما عنده. لاحظوا انا دائما متكئ على الاكريل، ملاحظين؟ اي شيء بعدله برجعه ارجعه فلات بسكويزت اون تيبل، راحت الارجيلاريتيز كلها. اتكأت على الاكريل وبعدين نزلت الانتيجر 2 مليمتر. اصبعد استنى كمان خف السبيس البوستيريور بدنا نشوف هذا كفايه ولا لا. يعني ترى الغلط بالفيديو او مو بال بس لانه الرست ثابت، مش الرست ثابت؟ حلو خليك عادد. لما يكون عادد الشفه تكون مرتاحه، لانه مرات ما يعدوا بيعمل هيك فبتكون القياس غلط. بدها تكون الشفه مرتاحه مش ضروري مسكره. هاي الفيديو اول جديد، هاي 2 مليمتر. بقى اول خلاص؟ كيف اتاكد من هذا؟ اوكي ممكن اتاكد من هذا. ليش معنا 2 لـ4؟ لانه البيشنتس حاجاتهم مختلفه، مش كل مريض بحط له 2 مش كل 2، واحد بيعطي في بعض الناس بيحكوا كثير تلاقيهم بحرك فكه كثير، هذا بده الاربعه. حيضلوا يخبط اذا اعطيته 2. بينما في ناس ممكن يقعد سنه ما يحرك شفته عن هيك، هيك طيعته حكي وهيك ما بحرك المنظر كثير. هذول اذا اعطيتهم 4 سي محضر. حتى جوا الـ2 لـ4 بدي ارجع اتاكد بطريقه اخرى اللي هو اي حرف. الاف والاف لما يكون موقع الاسنان موجود. اس ايش بنسميه هذا؟ كلوزست سبيس. قديش لازم المسافه وهو بيحكي؟ هلا السي مش 100% رح تطلع والباكس رمز موجوده، لان الباكس رمز بلكي والانسان مش مرتاح. بس انا بتفرج على العموديه، المسافه العموديه اثناء ما بحكي. شو بدي احكي له؟ يلا احكي سبحان الله. سبحان الله. 66 كمان مرة 66 66 طيب عد من 1 لـ10. 1 2 3 4 5. لاحظوا كيف قرب؟ نص ملي نص. بديش يصير كليك. كيف بعرف اذا صار في كليك؟ ممكن احط اصبعي تحت الخد. الان انتوا حطوا تحت ايدك تشن تبعك، حط اصبعك احكي الاس بطريقتك انت. طب احكي الاس مع كليك خفيفه، تحس الكليك هون. فانا اذا حطيت اصبعي وهو بيحكي من 1 لـ10، احكي من 1 لـ10 خفيف، راح احس اذا الواكس خبط ببعضه. انا حاسه في كليك. في كليك، هاي كليك ما شاء الله. في كليك بين الواكسات مع بعض. على هاي جهه ما في كليك، الكليك من هاي الجهه جاي. اوكي هاي الخبطه بدي اشيلها، لازم ما يكون في تلامس، لازم الاس تنحكى بدون الكليك هاي. انا بس بدي اشيل من
this side good. فأنا بدي أشوف هو من أي نوع اللي بده 2 مليمتر. هلا مرات بحتاج أشيل تحت الأكريل، مش أنا أول مرة كنت متكئة على الأكريل. هلا أحتاج حاسة إنه لا بدي أنزل تحت الأكريل. في بعض البيشنتس حتحتاج تنزلوا كتير والأكريل راح يعيقكم كتير. فشو بنعمله لهدول البيشنت؟ هدول يمكن احتمال يكون هذيك الحالة هذا كل الأكريل بالنص. أوكي؟ بالوقت أب برجع بعبو. لا بدي أرجع. أنا خففت وجهها. هلا. أيوة. قلت لي قديش عمرك؟ ما شاء الله تبارك الله. 71 ما شاء الله. طبعا لاحظ الأفويدنس تاعه. يقوم بلاك يس. أنا بتسنى يرتاح. 71 لسه في أفويدنس صح؟ أوكي. هلا لاحظ لما يرتاح عم بسكر أكثر. شوفوا أترست هو مرتاح. احكي الإم. خلص خليك مرتاح. شوف المسافة العمودية. لاحظ إنه مرتاح أكثر. لاحظ سكر أكثر هلا. كل ما لأن العضلات تاعت الأوبن بسموها أوبن جو كلوجر أند أوبنينج ماسلز هدول دائما موجودين في بالانس. أنتوا بيكونوا بالانس جوا الرست عشان هيك تصير بروديوسبل. أوكي؟ فأنا بدي المريض يكون مرتاح. لاحظوا أنا براقب فيه. لاحظين عاد بسكت بس بزيادة. الرستنج بوزيشن تاعه. فأنا بدي أشوف الرستنج بوزيشن. هو بالرستنج بوزيشن ما يكون متلامسات. في تلامس؟ هاي رستنج. صار في تلامس. الرستنج اللي كنا نعرفه على الأفويدنس. بديش الأفويدنس، بدي الأكشوال رست بوزيشن. طيب لاحظين الآن هو مرتاح، باجي بكشف في تلامس؟ ما في عندي فيروس. مع إنه بالأثناء الحكي شو عمل لك؟ السين كأنه مسافة كبيرة. فبدي أتأكد برضو إنه ما يكون في عندي أفويدنس. احكي إم. مرتاح. ليش 2 مليمتر؟ هاي سكر هاي بلش تلامس. زي أقل من 2. أوكي؟ يس أقل من 2. لاحظوا الآن بدي أعدي الأكريل، الأكريل بيعيقني، فشو ببعد عنه؟ وبدور بين اللابسة. دكتور بشكل معي هيك ولا عادي؟ دكتور يعني أترست لازم يكون على الأقل 2 مللي بشوف تلامس صح؟ ترو ريست يعني ان المريضه لهي استنى عليه اتخليه يحكي لحد ما يكون مرتاح 100%. برضه بدي اتاكد من شيء ثاني انه الهيلز ورا ما يكونوا خابطين. فكيف نتاكد؟ باجي بكشف هل في هيلز خابطه ببعض؟ اذا حسيتهم خابطين شو بعمل؟ في شغلتين بعملهم اذا الهيلز خابطين. البيفل تاعت الابر بزيدها. لازم ما يكون خطين. البيفل هاي بزيدة. الأكريل ما الماندبل صاعدة من ورا صح؟ مرات بتخبط هون. يعني الأكريل ما لازم يكون خطين. طيب مش مشكلة هاي بتبقى شمعة. رجع حقي هيك. عض هم. أوكي. لاحظ إنه العضة صار أحسن. راح الخبط. مش بس هيك راح أورجيكم كيف منشيل الأكريل. أنا راح الشمر أشيله وأرجع لكم. طيب. من الواتساب برجع. من اللور صح؟ عد لنا من 1 ل 10. 1 لسه الأفويدنس. بس هلا انا بعتبرها ممتازة. 10 20. عارف ليش اخذت اخر وحده؟ انا بتعب. فبتعطيني التشوب. ما باخذ لان الافويدنس بكتب الشيء المفيد صح؟ فالان مرتاح. شوفوا اثناء الراحه في سيبريشن. يمكن في سلايت انسبريتد هون بده بس سلايت ريموفل. بس هون على الانجل هاي. بس نخلص هيك بنكون خلصنا الفيرتيكال ديمنشن. بدنا نروح على ال ار سي. Anything I remove, I make it flat. The wax rim are all there. Yeah. I'm satisfied with what I have. Now we're going to the RCP. RCP is putting the mandibel into position. Do I put it by force? Yes.
شايفين كيف الشين رجعتنا ورا؟ اوكي افتح لسانك بس حلقت لورا لورا لورا. ايوه ايوه خفف خفف العضله. ايوه ايوه تمام عضل. كل مره عم برجع لهي العضله لاحظين انها ثابته. لاحظين ان صارت المسافه الافقيه هاي ما كانت موجوده قبل شوي. لما رجع للار سي بي صارت في المسافه الافقيه بين الابر واكس ريم واللور واكس ريم اوفرجيت. هلا على هذا الوضع اذا هذا الموست ريبيتبل لما احس حالي مطمن لهذا الوضع ببساطه الكناين لاين اللي رسمته هون بمده المع لتحت. الكناين لاين اللي رسمته هون بمده مع لتحت. ليش؟ عشان ارجع اتاكد ولما اثبته ارجع اتاكد هاي اللاينز تكون ريفرنسين بالضبط. هلا اللي هم الان في الار سي بي اللي انا اخترته الان معنا نفس المكان. كيف بتاكد ان هذا الار سي بي ريبيتبل؟ هلا اللاينز بشوفها افضل عشان هيك الافضل نعملها هيك. افتح تمك لسانك بسقف حلقك. ايوه ايوه اخر شيء اخر شيء عض عض اخر شيء اللاينز ظلوا مطبقين ضلوا. مره ثانيه افتح لسانك بسقف حلقك اخر شيء اخر شيء ابلع ريقك كمان مع بعض. ايوه عض اللاينز ظلت ثابته. شو عم بعمل اللاينز ظلت معناته انا بالار سي بي. هلا بدنا نزقهم مع بعض. في عده طرق الكتب بشرحوها بالتمزيق. احنا بنعتمد طريقه سيف ما بدنا نجرح المريض ما بدنا نحرقه لانه في بعض الكتب بتقول لك دخله واكس نايف وهي حامله. يعني نتبع طريقه ثانيه بنحط الفي شيب الواكس بحمي واكس نايف بدوب على شكل في شيب هذا بصير لي زي ريفرنس. اتاكد انه ده رجع فلات وبفتح في اللور زي هذول الفي شيبس. ممكن اعمل اثنين في بعض الكتب بتقول لك اعمل اثنين واحد انا عندي كفايه بنسو. هلا جيب لي جيبوا لي زنك اوكسيد يوجينول مقدار قد قليلها قد حبتين لوز. هلا حتقولي المادة اللاصق اللي بدي احطها ممكن تنفك معي وانا رايحة على اللاب فهي بتصير زي الليجو اذا انفكت بعرف رجعها. الفلات عفلات. طب وين الفلات؟ بس لما تكون الماتيريال فايتة في الفوق الفي اللي فوق والفي اللي تحت بتصير زي الليجو بركبها 100% مع بعض. ماتيريال اللي بقدر استخدمها ممكن في ناس بيستخدموا الاوكلوفاست ممكن في ناس بيستخدموا واكس دايب وبدوبه ممكن نفس الواكس بدوبه السيرفس وبلزقوه مع بعض. انا حاستخدم طريقه اتس مور ديورابل وميزتها كمان انه بقدر ريبيت. مثلا نفترض عض غلط بقدر ارجع افتح تمه وارجع اخليه عض في المنطقه الصح باستخدام زنك اوكسيد يوجينول. زنك اوكسيد يوجينول اون دراي سيرفيسز بلزق هاي ميزته. اوكي فام جوينت تو دراي ذا ابر لور 100% الابر از دراي 100% راح اخلط كميه صغيره من الماتيريال اللي عم فيها عشان اذا فكت معي وانا رايح اللاب اعرف ارجعها مع بعض بسموها orientation groups او indenting groups. هلا يعني بس نخليه هلا يا ريليشن هرجع بلع رجع الانسان للاخر يعود على اخر طحونه كل هي بدي اضلني متاكده انه اللاينز ما زالت متوافقه مع بعض. اول شيء اعمله سنتيفيليشن عادي بعدين احط اللاينز بعدين بتاكد انه برجع اتاكد كل مره انه هذول ريبيتبل هذول اللاينز ضلوا زي ما هم بتتني اياهم؟ يلا بس زحي اسمعك عادي. اوكي هاي كميه الماتيريال اللي بدي اياها كميه صغيره بخلطها حتشوفوا ميزتها في جوه تم المريض لانه اذا كان واكس او اي ماده اخرى مره واحده حيعضوا ذاتس ات ما بقدر اعضده اكثر من مره. اما هون هي الميزة الماده اذا احتجت اني ارجع افتح تمه الابر بدها تكون موجوده في الفم خليك فاتح تمك عشان ما يبلها بلسانه خليها مفتوحه خليك فاتح تمك بس شوي وبحط الماتيريال بحط الماتيريال الماتيريال معها وقت للستنج فمانيش خايف انها تصير لها ست زي الاوكلوفاست. اللي بيستخدم اوكلوفاست للبايت ريجستريشن بيعاني انه بسرعه 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 بده يشتغل عشان يلحق الماتيريال قبل ما تجمد لانها سريعه. حطيت هاي الكميه من الماتيريال اوفر ذا سيرفيس باجي بحطها جوا تمه. اوكي الان بقول له ايه روح على الار سي بي بنفس التعليمات اللي اعطيته اياها قبل شوي. يلا عد على اخر طحونه ورا لسانك لاخر شيء اقعد. شو صار؟ اللاينز على بعض تاكد منهم. نفترض ان اللاينز غلط ايوه افتح شايف الماتيريال لسه ليكويد فتح ما عندي مشكله الباكس ما بقدر الاوكلوفاس ما بقدر ارجع لسانك برضه نفس الشيء بسقف حلقك ايوه عد اللاينز متوافقين مع بعض ممتاز. كمان في ميزه زيك اوكسيد في فراغات بين الابر واللور قاعد بيها هي الماتيريال اي شيء زياده رجعت ضغطته للداخل وبضلني المريض مسكر في هاي الوضعيه لا تتحرك بضلني مراقبته ما يتحرك لانه بدي يسحب
خاصه المرضى اللي عندهم زمان خلعوا اسنان كانت اماميه عنده هاي العاده العضه للامام فلا شعري اي صح حلو عضله لك فبدي اقول لكم راقبوا انتوا عشان ما ينزل ترافيك وصح والزياده اذا ضغطها هيك من صار هو راح يفش المثير الزياده لما حط لك تطلعك من المساله حنستنى لحد ما السيتنج تايم يخلص معنا كم five minutes. زيكو أستاذ يعني ما يصير أعطيني شو مروني في الحركة بس بعدين قاعد أستنى شو بخلي كتابت هيك شو بدون آخر إشي نعمل في five minutes لأن هذول يجمدوا الشيد selection رح جيب لي شيد هسه بختار الشيد آخر شيد هلا مش المرة الجاية بدي أستنى ما بتركبوا هم النزقات مع بعض طب استكلي زيكو أستاذ لازم دكتور ليه ما حددتني بلان؟ حددنا بلان كمان حددنا بلان هلا الشيت خلينا نحدده وهدول واحنا بنستنى عشان نوفر وقت لانه الموضوع كان مستنى ما في شيء بس الفكرة الشيت اول شيء لما نيجي نختار الشيت طيب نختار بكل الوان في 16 نقطة 20 نقطة لما نيجي نختار الشيء يلا عندهم يعني 20 بدون لايت سكرنا اللايت صح نورمال لايت نورمال لايت اذا بسكر الارتفيشال لايت وبعد النورمال لايت اي وقت في النهار افضل وقت ليت لا افتر ليت افتر نور الدنيا صفرة ليت مورنينج ليت مورنينج بيفور الظهر يعني حوالي 11 طيب كمان لازم احط شيء ازرق دكتوره تطلع عليه شيء ازرق عشان يضلني رايح عيني شيء ازرق عشان رايح عيني اذا بتفرج على يا ازرق يا سكن اسيست دبل بيرسون اسيستنت تو ذا دنتست ميل اوف ميل فيميل لايتر الايج ايج داركر اسمر او ابيض سكن كومبلكشن حنحكي عنها هلا كيف تعمل كومبلكشن هذا الكلوزال سكين دكتور الشيب مع الشيب وتيب اختيار البيشنت نفسه بس بشهد عليه ايش الريكورد ايش هو فوتوغرافس بريفيس فوتوغرافس عندي او بريفيس دنشر كثير دنشر اذا دنشر بريفيس دنشر اذا يا فوتو يا دنشر مش شكل انا ما بحكي شيء هذا شيء بدي اختار الكروم بدي اشوف البيشنت هو من اي ديجري لانه شو الفرق بين الكروم والفيتاليتي والهيو الهيو الكلر ذكر الهيو هو يعني اي كلر اي واحد هو اوكي هيو هو الكروم قديش دنسيتي البيشنتس كعموم انت معهم لاكوت كل نفس اللاكوت البيضاء بس هذا اللاكوت غير بياض غير هذا اللاكوت غير بياض صح؟ صح انت بعرف لما لازم صح العين بتعمل بشغلة إيش لها كونتراست هاي أول شيء لما لزقنا العين جنب بعض صرنا شايفين كونتراست أكثر الشغلة الثانية قرب شوي عليها لزق بعض شايفين هذا على أزرق وهذا على أخضر مثلا في كمان شغلة لما تخرجوا نص نظر رجعوا لزق بعض تخرجوا على اللونين بس باستخدام سكوينت سيلفايز إنه عينك تزغليها بحيث إنه تصير تغبش الصورة راحت مخطوط صرت بس تشوفوا ألوان هلا زي ما سويت الفيجن هاي اللي احنا نستخدمها مع الوجه لما نحط الشيد الوات غير دراي صح التاب بده يكون اورينتد كوركتلي في الماو وي ويت ات وذ سلايفا كمان البوينتس هسه ما كان 12 نقطه اي لازم ان ذا سيم بوزيشن اوف ذا توث اذا انا بعمل بوستيرير توث بحط هناك البوزيشن هناك لانه الشيك رح تعطيني شيد اوكي شو كمان من الشيد طيب نشوف الماتيريال جمدت ولا لا اذا جمدت جمدت يعني خليه يفتح ما نطلعها كلها كتلة واحدة تفش ليها بنسان في مرة هاي أصلا نزق مع بعض تمام صارت سهلة نريد لاينز مطابقة متطابقة يس بدي أحط الكاستات مع بعض ولزقهم هنتفرج على موضوع تنزيل الكاستات هلا أنا بدي أختار الشيت بدي أحطه تحت شفته الظل تحت ظل الشفة أبله بلعابه شوي بس خليني أحط هاي هاي بليته وحطيته مكان هلا أنا أنتوا قلتوا إيش اسمه فيشل كومبلكسيتي اللي لون السكن معي كتير بدنا نعمله من خلال سكوينتينج انا هحط الوان وانتوا قولوا لي من خلال سكوينتينج النظر ايش النظر السكوينتينج النظر من خلال الرموش الصوره بتكون غبشه قولوا لي اي لون بيندمج مع شكل لون الوجه بدون ما يكون في كونتراست بدون ما يكون كونتراست
بدون الكونتراست. انا ما بدي، انا بدي اللون يضيع مع الالوان اللي حواليه، مش يبرز. اذا برز معناته اللون صناعي، صح؟ اوكي. احنا بدنا نخفي اللون بحيث يكون طبيعي. اللون خلينا نبدا فيها. هاي عندي بس حاول اشيل التابز اللي ما فيش فيها اسنان. في نقطه ممكن يمكن هاي العينه ياخذها المريض كان ياخذ موافقه الزوجه. على فكره هاي مش قلت لكم بشهد عليه؟ بشهد عليه. شو يعني؟ انه بيكون معاه حدا وبيتوقعوا على شيء معناه ممكن يتغير. هذا احسن. بس مش مشكله، هذول الالوان متباعده عشان استاذ اوريكم الكونتراست. انا هلا بدي اوريكم الكونتراست. انا بدي احط اللون تحت شفته، يتفرجوا بنص عين. هل شايفين السن بارز مع لون الجنب؟ لا مو كثير، في بروز بس مش كثير. هذا السن افضل من الاسود؟ افضل. افضل، لاحظتوا الفرق؟ ايوه. طيب هذا السن لا وايد بحذيني كونتراست كيف؟ غمض عينيكم، مش شايف حالي مغمض عينيها مرة؟ أنا والله قاعد طالع برموش. أوكي؟ لا هذا لا. هذا كتير بارز. هذا لا أحسن. بحطه مع الأحسن، ما حطته، حطيته مع الأحسن. هذا لا أنسيه. طبعا لا بدي أشوف، بس أنا بدي تشوفوه. غمض عينيكم شوي. شوف كيف اللون فاقع؟ بارز. فحتى هذا لما تيجي تختار ملابسكم بقول لك اختار، تفرج هاي النظرة لما يكون في لون فاقع عشان تكون الألوان بس مندمجة. هلا الاصل انه بعد ما اخلص لما اشيل كل هاي الالوان وانا عارفه هاي الالوان ما راح تنفع للمريض، انا بخبيها ما بورجها للمريض اصلا. المريض بيفكر انه يحط الوان بيضة في تمه كويس، بس هي بتكون بارز كتير وفاقعه وصناعيه مش جميله. بس بتعرف ايش في بعض المرضى بيضلهم يطلبوها على مسؤوليته بتوقعه. بعدين الناس قالوا له ليش شو هالاسنان ليش هيك بارزه ليش هيك مبين انك حاطط طقم. في الوان بتختفي بتحسه مش لابس طقم تماما. طيب هذا الافضل انه ما يحس انه الواحد لابس طقم. فهاي الالوان بخفيها، الالوان الغامقه كثير برضو بخفيها ما في داعي لها الالوان الغامقه. بصفي انا لما اجي اعمل الشيء انا بقول الكومبلكشن، هذا موضوع الالوان انه شو مضاف على الالوان. هذا على برتقالي، هذول على سكري السين، ال على اصفر، الاف على لون بني. لاحظين الوان مختلفه، فانا بقدر احط على جنبه احسن شيء، احسن شيء لونه. بعدين مدخن او لا؟ مدخن او لا؟ هاي ما شاء الله صار اشتغل. يلا صفينا على ثلاث اربع الوان، بخليه يختار بين هدول. هدول مخبيات. اوكي. فالشيد سلكشن بيجي بين اخر اقرب الالوان، هو بيختار. بعدين انتم بالاخر اختيار اللاب بتاعكم لانه شو الالوان الموجوده، شو احسن لون، بنحط الاربع اسنان في مكانها. مين اكثر لون حاسينه دامج؟ هذا خلص اكيد لا. لا الثاني هذا اكيد صح. لا اخر اثنين احسن شيء، الثاني اللي بالوسط. اللي بالوسط يلا. هلا اللي بالوسط ولا الجنب؟ مشكله عندي وسط او الجنب. انا بقول الجنب لانه ايوه الوسط او الجنب. بختار الافتح شوي خلص اكثر واحد لانه هذا اجعل الظل هذول. هذا مناسب؟ مناسب نوعا ما. بس لا لا يعني لو اخترت بين هذول اثنين مش حيكون فرق. ايه. اوكي. هاي الشيد سلكشن. طب نخلص. هاي اخترنا يا 4L يا 4C. تكتبي. هلا اخر شيء في تثبيت الار سي بي، لما اكون مخلص الار سي بي محتاج احط الكاستات واتاكد. مسؤولية الار سي بي مسؤولية الدكتور. ليش؟ لانه مرات لما اجي اركب الكاستات على مكانها بتفك. إما بتفلت، بس مش بالفلتان اللي بهمني أكتر، بهمني إن يكونوا خبطين بالأبوزيك. هلا إذا خبطين بعض الار سي بي بتغلط. ليش؟ لأن ما بيكون فايت للآخر. حدا مش فايت للآخر اللي هي الخابطة. فشو بدي أعمل؟ بدي أعمل شوية تريمينج بترمال. عندك هاند بيس هون ولا لا؟ رح يجيب جيبيلي ستيكي واكس أصفر. أوكي.